السلام عليكم دزير بوي بيج رياكشن، رجعنا لكم الوليد كالعاده والعوايد برياكسيون جديده. مادام جديد موجود انا موجود، ديزولي على روتار الوليد. تقشيره قالاي انا ومخي كليب اوفيسيال تترابط عنده 3 ايام كاو الوليد، مادام ما فاتش الجمعه ناخذو نخدموه، فهمتني ولا سينو الوليد؟ ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى، نشوف شنو هي الدنيا. عندي برشا ما رياكتيتش على تقشيره الوليد، دونك ليتس جو، فهمتني ولا تساوي جرا ولد بلادي، فهمتني؟ ماك تعرف صاحبي لازم واحد يدز، فهمت كيفاش؟ اما هذا ما يمنعش ما يستحقش من عندي، اما فرض الوقت لازم الرياكسيون، مش لي انا برك ليكم انتوما. ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى مع بعض. البيلد اب الاولاد نتاع البيت حاجه كلاسيك تحسها، فهمت؟ نتاع كل افلام الامريكان المكسيكان، عرفتهم؟ تبدا الدنيا صفرة، فهمت؟ هكاك صح. دونك فما حاجه مزيانه، فهمت؟ فما حاجه البنيه نتاع البيت تدل على حاجه مزيانه. ناس تحب تشوفك لوطا وقتي انتي دي جالوطا، يعني تسايب مواضيعك وطا وعبغلة مربوطة لي كيفك في راسي موتا في بحر نكيتي في زون بكيت برشا شفرة في ستيلي من فضلك مش ريجيتون برو. استنى ليه ديزولي ما نوقفك، نورمالمون ما نوقفوش الشيء هذا، ما شنو هو هذا الوليد؟ فهمت كيفاش الوليد؟ فهمت قاري قراية الشيء هذا، انا قاري قراية الشيء هذا صاحبي، فهمت كيفاش صاحبي؟ شفت البيت دروب صاحبي، شفت دخل التقشيره بسويت اللي عنده مع طرف بحا صاحبي، مع انه ما وقفش صاحبي. ديزولي اما راني باش نعاود على الوليد، ديزولي ما لازمني نعاود على الدخله، ديزولي الوليد. وين هيا اي سي لابا هاي ناس تحب تشوفك لوطا وقتي انتي دي جالوطا، يعني تسايب مواضيعك وطا وعبغلة مربوطة لي كيفك في راسي موتا في بحر نكيتي في زون بكيت برشا شفرة في ستيلي من فضلك مش ريجيتون كستيلو يسرق عبارة بزولة بالسيليكون والكل اتبع في اللغة بنزرت النوفيليكول بكيت برشا شبطرت الكول بنزرت النوفيليكول صاحبي مش في الراب برك صاحبي، حتى في الرياكسيون في اليوتيوب، خاصة في السوشيال ميديا صاحبي فاكين بلايصنا صاحبي، كيش تحكي لي على الشارع اللي عشته لك هيلي في المحنة لليوم انفرع، عدي لي لي سيري ونشوش توجهي بالفرع واللي قريب انساني خليني فلك حال سرح، يا ربي كان انتي تعرف تستحملت الصعيب لي روحي نداوي نتغشش نحكي مع حيد، معرفتش مخي علاش ناوي في الشيخة يولي لي سيد داخل في الحشاوي ومرت مازال يزيد بالشيخة، وجهي سلاخولي رجعت قدري بالسيف تيرانك برنا يزيك تتفرج لعبيد اش تعمل. ياي الوليد فاير شوت على الاخر. اول حاجة احتراما وتقديرا للتقشيرة انه بالرسمي توصل مرحلة متاع نضج معينة انك ما تحشمش انك تحكي على روحك، اللي انا بالرسمي راني كنشيخ نزلت وراني ندخل فيها في بعضها، راني ورطت روحي اوتوماتيك مو يولي يحكي مع روحه، فيق على وضعك راني نضجت صاحبي اللي رجعت قدري بالسيف تيرانك برنا يزيك تتفرج لعبيد اش تعمل، والعيشة العادية واللي تتفزد لك شعرك بعيد على المسؤولية اللي انت بخلش تحجم شعرك اللي انت بخل كسبي حد فيك تعب ما تحبش تتحرك باش تغسل وجهك بالسيف تقراها وامية تتطرف تبرني تعمل يميت جيب في الافكار ما تختار كان السهل. باز اللي يحكي فيه الولاد اللي يحكي فيه راهو صحيح على الاخر، فاكت على الاخر، خاصة للعباد اللي باش تفهموا اكثر انها عاشتها المرحلة هذيك. توصل مرحلة معينة الشيخة تولي لك مش بخل برك الولاد، الشيخة تولي لك حاجة ما تخليك تختار كان الحاجات اللي في مخك تراهم ساهلين اما مش ساهلين، مش حاجات من اصله في البخل تجي باش تقوم
برا تعرفش كيفاش من غير ما نخرج ومن غير ما نابط نقضي قضيتي ومن غير ما كذيت انا عندي نهار كامل في الدار دب 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 عامل جو جوي باهي. انت في مخك هيك حاجه سهله ماهيش سهله هيك ماهيش حاجه جست انت لوشت على ابخل طريقه باش انك ما تعملش حاجه اخرى ما تكونش برودكتيف ما تنتجش صاحبي فهمت كيفاش هاو فيش يوصل لك يقري فيك يعلم فيك للناس اللي ما تعرفش صحيح غلط في اللي صار كي تتعاقب راه تستاهل وينهم كل افكار اللي باش ننبستي فيهم وانتي تشوف لمعان تلعب هيلي مكش حس خشمي على روحي مارينيش القرارات وانتي تصرف واحكي معانا مخي تعيش معانا راك تصرف واحكي معانا تعيش معانا مخي راك في خلا وضعك احكي معايا فسر لي العب علي ما تنسيش باللي نحنا صنعنا راب ولا في الاحكي انت احكي لي كان على الفيزا وسال عراب هز خشمي على روحي مارينيش القرارات تصرف واحكي معانا مخي تعيش معانا راك ما تنسيش باللي نحنا صنعنا راب ولا في الاحكي انت احكي لي كان على الفيزا وسال عراب ما شاء الله الوليد الحصان العربي صاحبي ما شاء الله تفرج تفرج ما شاء الله سبحان الله والله والله الوليد والله ساك بسيسة ونقارات وانت لقى مصلحتك بيت لين تبقى معك كنك عبيت عالباقي تسكر بيبانك واخويتي ديما في البيل في طريقي وشي ما مازلت وميل احرقت البيسات بالفعل تعبي ميزانك كمالي نحنا نحب الساك من الولاد صغار وينو اللي انصاب دنيا بدت اصعاب ما نكذبش عليك ما ننسيش اصحاب ما نكذبش عيد بشر الدنيا اصحاب والتسكيرة متاع البيت حاجة مش عادية زيادة صح وكا نكونوا كملنا تقشيرة قلعي انا ومخي كليب اوفيسيال تتربط عنده 3 ايام لوليت اول حاجة لاحظتها انه ستيل تقشيرة ما تبدلش مازال كيف ما هو الفلو تبدل شوية فهمت كيفاش ما عادش كل يقف يمشي يقف يمشي يقف يمشي ضربات فيهم اما المكثرية لغة تحكيت صاحبي البيلداب متاع البيت حاجة مش عادية بنيانو مز دخلت تقشيرة حاجة صاحبي مزيانة برشا شخت عليها هيك عارش عودتها ديزال وليد تيتر شباب على الاخر على الاخر على الاخر تقشيرة غاب عنده برشا اما كي رجع رجع متبدل صاحبي رجع صاحي رجع فايق على وضعه حكي مع روحه فاير شوت انه انا لهنا وانتي غادي نحكي معاك وفرض الوقت للعبيد اللي ما تعرفش والعبيد اللي عاشت هكاك تحس بيا والعبيد اللي ما تعرفش تتعلم مني باش ما تغلطش غلطاتي وصلت معلومتك صاحبي مشرفنا اخويا صاحبي ومشرف بنزرت ما نكذبش عليك صاحبي شابو ان شاء الله ديما مواصل ان شاء الله ديما نشوفوك في العالية صاحبي سينو الوليد هكا كنو كملنا رياكسيون تقشيرة قلعي انا ومخي ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون بالنسبة لي انا صاحبي تيتر مزيان على الاخر شباب على الاخر خدمة موجودة الكتيبة موجودة البيت موجود كل شيء موجود صاحبي ما رخيش من حتى فهمتني ولا ناحية كل شيء موجود حاجة شبابك تشوف ولد بلادك قاعد يقدم في مستوى كيما هكا قاعد يغور على بلاصته في الراب قاعد يفك في الخدمة متاعه بروحه بذراعه حاجة شبابة على الاخر تحس بالفخر فهمتني ولا علاش ليه ما تقولش شبي مش يعني الناس اللي نعرفهم لكل الشباب سواء من جيراسيون متاعي ولا اللي اكبر مني ولا اللي يصغر مني ما تخممش كيفه ما تهصلش ورا الفلوس صاحبي ورا الساك صاحبي وتخدم على رواحها فهمت كيفاش اذا ما يمنعش الوليد ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ما تنسيوش ارائكم كومنتاريتكم دنيتكم اجواءكم سبسكرايب بتاعكم خاصة مرحبا بكم في كل الاوقات الانستغرام بيجي ماتر رياكشن 22 مينسكول مرحبا بكم زادا غاديكا تقابلوا في اقرب وقت ممكن peace and love